صباح الخير إلكم في الأستوديو. في جولتنا لليوم شكرا لمين بنحكيها؟ أنا بحكي شكرا لسائق العموم اللي هسا اللي رمى الكاسة في حوية الزبالة. هاي أهم نقطة أنا بشوفها في بلدنا، أنه تحافظ على بيئة البلد والمجتمع، وشكرا لكل شخص بحافظ على النظافة وعلى البيئة. كلمة شكر يا أبوي، كلمة شكر يا أبوي، ما توفي الشعور. يسعد صباحكم، إليكم زملائي في الأستوديو.